سألتني عن رجل هو يعتبر من أعظم رجال التابعين، وقد أخذ هذه العظمة من حديث النبي عليه الصلاة والسلام: سيد التابعين أويس القرني. وكان يجلس إلى جانب النبي عليه الصلاة والسلام ثلة من أصحابه، ولكن كان هناك رجلين أحرص الصحابة على معرفة هذا الرجل، لا سيما أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكره ولم يره. فقال سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه، قال يا رسول الله أمكن أن أراه؟ قال تراه يا علي. وكذلك كان عمر بن الخطاب حريص على ذلك، فقال إذا رأيت ما فسلاه أن يدعو لكما وأن يستغفر لكما. وقبض النبي عليه السلام، وأويس القرني لم يكن يعني يرى النبي عليه السلام ولم يرى النبي عليه السلام. السبب في ذلك النبي أخبر قال أنه كان بارا بأمه، فمنعه بره بأمه أن يلتحق بالنبي عليه السلام. وكان رجلا مريض معه برص، وكان مجاب الدعوة، فسأل رب العزة أن يشفيه فشفاه إلا موضع درهم. سأل رب العزة أن يبقى شيء من جسده كي يتذكر نعمة الله عليه بالشفاء. طبعا وبقي عمر بن الخطاب ينتظره 10 سنوات، في كل سنة يخرج إلى موسم الحج يسأل أفيكم أويس القرني لوفد اليمن؟ يقولون لا. إلى أن مضى جاءت السنة 10، كان هو بصحبة سيدنا علي كرم الله وجهه رضي الله عنه وأرضاه، فخرج إلى وفد اليمن. قال أفيكم أويس؟ قال ليس في اليمن. وكان من عجيب الترتيب الأمور، كان يصنع طعاما لكل أهل اليمن بالحج عمر بن الخطاب وسيدنا علي كي يحظى بهذا الرجل. في السنة 10 صنعوا الطعام، فقال لرئيس الوفد أحضر كل الناس طعامي من أهل اليمن؟ قالوا إلا رجلا واحدا وخلفناه عند بعيرنا، هو خادم لنا. فقال لا، يجب أن نأتي به. فقال لم يرضى أن يأتي، يعني يحب أن يجلس وحده، ونأخذ شيء من الطعام. فانحدر يقال سيدنا علي كرم الله وجهه ومعه سيدنا عمر، فوجداه يصلي، فانتظراه حتى انتهى من الصلاة وجلسا إلى جنبه. قالوا من أنت؟ قال أجير. قالوا نريد من أنت؟ قال عبد الله. قال سيدنا علي كلنا عبيد لله، ما اسمك الذي سمتك به أمك؟ قال أويس. فقال سيدنا عمر أويس القرني؟ قال أجل. قال سبحان الله، وبكى سيدنا عمر. قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن سيد التابعين تابعين أويس القرني، فإذا لقيتما يا عمر ويا علي فسلاه أن يستغفر لكما. فقال من أنتما؟ فقال أنا عمر بن الخطاب. قال وهذا صهر رسول الله علي بن أبي طالب. فنهض واقفا على قدميه. قال عمر بن الخطاب أمير المؤمنين الآن، وعلي صهر رسول الله ومعدن بيت النبوة والرسالة، أنا أستغفر لكما؟ قال إن النبي قد أمرنا أن نطلب منك أن تستغفر لنا. فكانت هناك المقولة الجميلة جدا، قال والله لا أخص بدعائي أحد، ولكن أعم المسلمين بالدعاء. فقال عمر بن الخطاب قال هل رأيت محمد؟ قال والله ما رأيته. قال ولكن أنتما حزتما شرف رؤيته وصحبته، أنا ما صحبته ولا رأيته. قال كيف تراه الآن؟ تشايفه؟ قال إذا رأيته كأنه نوره قد أسد الأفق. فسبحان الله. قال له هل نعطيك مالا سيدنا عمر؟ فقال لا أريد مالا، يعني معاشي 4 دراهم لعلها تنفد أو لا تنفد. قال هل نأمر لك بصلة؟ قال جزاك الله خيرا لا أريد صلة، ثوبي حتى يبلى. فقال هل أكتب لك إلى أمير الكوفة يتوصى بك؟ قال دعني رحمك الله أكون بين المغمورين من دهماء الناس، يعني من المغمورين من الناس. قال يعني ألا تبقى عندنا في المدينة نكرمك ونحسن ويراك الصحابة؟ قال يا رحمك الله دعني وأن أرد إلى الكوفة. فقال له أوصني. قال يا عمر أطلب رضاء الله عند طاعته، واحذر غضبه عند معصيته، وإياك أن تقطع منه رجاءك، خلي رجاءك بالله دائما. سبحان الله، تعلق به سيدنا علي وعمر تعلقا شديدا. وسافر الرجل، وصار الناس عندما يرونه يسرعون إليه يطلبون منه أن يستغفر لهم، فيستغفر لهم ثم يغير مكانه، إلى أن سبحان الله انتهى الأمر أن سيدنا علي كرم الله وجهه خرج يعني إلى الكوفة، فالتحق به أويس القرني وكان هناك معه إلى أن قتل في معركة صفين. هذا الرجل يمتاز بشدة التواضع، كان متواضعا، كان لا يحب الشهرة. أخذ حديث النبي عليه الصلاة والسلام الحديث الرائع رب أشعث أغبر ذي طمرين
لا يؤبه لو مدفوع بالأسواق، لو أقسم على الله لأبر الله قسمه. فاتني أن أذكر أنه قال يا رسول الله صفه لي، فالنبي صلى الله عليه وسلم وصف له وصفا جسديا أنه كان أصهبا، يعني يميل إلى الشقار، وأنه فيه براس وشفاء الله عزيز. قال يا رسول الله وهل هناك صفة أخرى؟ قال إذا حضر لا ينظر إليه، يعني ما حدا بي، يعني بمعنى العامي ما حدا بيلتفت إليه. قال وإذا غاب لا يفتقد، وهو في الأرض غير معروف ولكنه في السماء معروف. يعني عند البشر مو معروف بس عند رب العزة معروف. فلذلك سبحان الله سيدنا علي كرم الله وجهه كان حريصا جدا على ملاقاة هذا الرجل، فكان يحب أيضا من تواضعه، كان يحب النصيحة للآخرين، فكان يقول يا أهل الكوفة إذا نمتم فتوسدوا الموت، وإذا استيقظتم فاجعلوا الموت بين أعينكم. وكان رجلا صراحة يعني مقداما، كان زاهدا في الدنيا، كان يحب عمل الخير، كان يحب نصيحة الآخرين، كان يكسب رزقه فيأكل قوته فقط ثم يوزع ما تبقى من ماله للآخرين، لذلك كان الناس يحبونه. وبعض الناس يعادونه، يعني يرون فيه أنه شيئا غريبا، ليس عندك متاع للدنيا، وليس عندك ميل للدنيا، وليس عندك حب للشهرة. هذا الرجل صراحة يعتبر من أندر الرجال، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه سيد التابعين، وأخبر عنه عليه الصلاة والسلام قبل أن يراه عليه الصلاة والسلام. هذه الشخصية صراحة ممكن نأخذ منها دروسا. الدرس الأول الذي منع هذا الرجل من أن يلتقي بسيدنا محمد بره بأمه، أين نحن الآن من بر أمهاتنا؟ الإحسان للأمهات، العطف على الأمهات، يعني قدم النبي صلى الله عليه وسلم بر الأم والعطف على الأم على الجهاد في سبيل الله. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم رفع مكانة هذا الرجل، وجعل اثنين من أجلاء صحابته أن يطلب منه الدعاء لأنه كان بارا بأمه. فنقول للناس أن بر الأم يرفع سوية الإنسان، ويرفع مكانته عند الله، ويرفع مكانته عند البشر، ويعطيه عز الدنيا وعز الآخرة. الأمر الثاني حب النصيحة للآخرين. هذا الرجل كان يمشي بين الناس يحب النصيحة، هو ينصح ولا يجرح، هو يعني يعلم ولا يعنف، وهذا ما يجب عليه المسلم اليوم. يعني نحن لا نريد من الإنسان أن نجرحه وأن نعنفه. الداعي إلى الله هو طبيب يصف الدواء للمريض لكي يخلص من مرضه، لا يأتي ليقضي على المريض أو ليسب المريض أو يشتم المريض. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا كان الصحابة، هكذا كان التابعين. أيضا الشيء الآخر، كان يحب الحق، لذلك لما الأمر استجلى عنده فكان إلى جانب سيدنا علي كرم الله وجهه، وقاتل معه وبقي معه إلى أن صرع، والآن قبره شاهد عليه في مكان دفن فيه مجموع من الشهداء الذين قاتلوا معه رضي الله عنه، رضي الله عنه وأرضاه. إذن هذه الشخصية الفذة وهذه الشخصية الفريدة، يعني نتمنى من الناس أنه يعيشوا هذه الحياة، يعني حياة الإيمانية لهذا الرجل. هو يعني صراحة لا يحب الشهرة ولا يحب المدح والثناء. في كثير ناس يقومون بفعل خير، يقولون بالتصدق، يقومون بعمل خير، فترينهم يعني يريدون أن يمدحوا أو يريدون الثناء. ونقول لهؤلاء صراحة إذا كان قصدكم المدح والثناء بعد العمل الصالح أو العمل الخير للآخرين فقد ذهب أجركم وثوابكم. افعلوا كأويس القرني، كان يتصدق ولا يريد أحدا أن يعرفه، كان يصلي بالليل ولا يريد أحدا أن يراه، كان يفعل الخير ولا يريد أحدا أن يثني عليه، هو فقط يريد الأجر والثواب والثناء والعطاء من رب الأرض والسماء الذي رفع ذكره والذي أعز شأنه والذي أخذ رتبة ما أخذها أحد من البشر أنه سيد التابعين رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم قال هو من أمداد اليمن، يعني يأتي مع جموع اليمن. وسبب لبعده عن النبي صلى الله عليه وسلم أن اليمن كانت بعيدة جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان له عامل على اليمن، يقال سيدنا معاذ كان مدرسا، وسيدنا علي كرم الله وجهه كان قاضيا مفتيا، ولذلك ما كان يجوا من اليمن إلا وفود، يعني يزور النبي ويرجع، يزور النبي ويرجع، لأنه المدينة كانت تعجز عن استيعاب الناس كلهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعهم كل جماعة ضمن قبيلتهم أو ضمن بلدهم، وهو يرسل من عنده من الصحابة الأفزاز الأقوياء العلماء الأجلاء مشان يعلموا الناس. فأرسل معاذا ليعلمهم الحلال والحرام، وأرسل عليا كرم الله وجهه ليفتي فيهم وليقضي فيهم، يعني قضاء الله ورسوله. هذا الرجل يعني كم له قيمة وقدر عند الله عز وجل. نزل جبريل من السماء
فأخبر محمدا عنه، وهذا يعني يجعلني أستذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل، إني أحب عبدي فلان فأحبه، قال فيحبه جبريل، قال ثم ينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلان فأحبوه، قال ثم ينزل جبريل فيضع له القبول في الأرض، في رواية فيضع محبته في الماء فكل من شرب الماء أحبه. فهذا الرجل سبحان الله حاز هذا الشرف وهذا العطاء أن جبريل عليه السلام أحبه لأن رب العزة أحبه، رب العزة أحبه، أخبر جبريل، فجبريل أخبر سيدنا محمد، سيدنا محمد أخبر الصحابيين الجليلين عمر وعلي رضي الله عنهما وأرضاهما. اللهم صل على سيدنا محمدٍ.